أنا الحقيقة بعد موضوع أبو عدس قعدت أفكر مع نفسي وأدرس أسباب انحرافك. يبا أنا مو منحرف. أنت ولا كلمة، خلينا أكمل كلامي. حاضر. إخوانك كلهم عندهم هوايات، عندهم نشاطات، عندهم أعمال، لكن أنت الفراغ بيقتلك، لذلك لازم تشتغل. تبي تضربني اضربني يبا، بس أنظف حمامات الهايبر وأسوي الشغلات هذه. اسمح لي يبا، لا كرامتي ولا سمعتي، لكن تبي تحطني مدير؟ خذ رجال. اسكت وانطم. قاعد تفتل في شنباتك ذي لين خليتها دورين، ما ادري ليش ما تستعلى وجهك انت. حاضر يبا. يا ولدي يا بدر، انا ما راح اجبرك على شيء، انا ابغاك انت تذهب الى المستقبل، يكون عندك يعني يكون عندك فكره وش تسوي في حياتك، لذلك خليك انت يا ولدي تختار اي مشروع تبيه، انا اسس لك، انا ادعمك فيه. هذا الكلام يبا، هذا الكلام، انا انتظر الفرصه هذه من زمان، انا عندي مشروع اشتغل عليه، يلا ساعدني. من جد يا بدر، انت عندك شغف وطموح؟ طبعا يبا، طبعا في ولد ما عنده طموح يا يبا، طبعا، بس ما لقيت الفرصه، ما لقيت الفرصه، هذه جتني. بيض الله وجهك يا ولدي، قول لي يا حبيبي، قول لي وش مشروعك. ناخذ ارضك اللي في التخصص يبا، اللي جنب اليور مارشي، في الدور الاول نحط صالون تجميل وميك اب وكذا نسائي يعني فقط، ما يدخل الرجال. في الدور الثاني نحط فيه نادي رياضي نسائي فقط، ما يدخل الرجل. انا بحكم اني مدير المشروع صاحب الفكره، انا الرجل الوحيد اللي اداوم 24 ساعه، والله العظيم مستعد يبا ما اطلع منه. تافه وحقير، ولا عندك اي احساس، حتى مشاريعك مخيسه زي وجهك. اسمع، انا اللي بحدد وين تشتغل وكيف تشتغل، وراح تشتغل في اليوم 10 ساعات، ومصروفك 75% بقص منه عشان نسدد فلوس أبو عدس.